نروح لمنظمه فوتبول اوبزرفاتوار اللي نشرت على يعني نشرت تقرير كلمت فيه ان في تراجع كبير جدا في القيمه السوقيه للنجم المصري محمد صلاح. التراجع ده هو الاكبر ليه من اول ما انضم لفريق ليفربول في انجلترا، والتقرير ده قال ان القيمه السوقيه لمحمد صلاح حاليا بتساوي حوالي 61 مليون يورو في موسم الانتقالات الصيف ده بعد انتهاء موسم 22 23. كلمت كمان على انه صلاح جه في المركز الثامن من حيث القيمه السوقيه لاعلى لاعبين بين لعيبه ليفربول بس في التشكيله الحاليه اللي جت يمكن على النحو اللي هقوله لحضراتكم. داروين نونيز في المركز الاول، تتفق تختلف على الصفقه، تختلف تتفق على المردود، لكن من الناحيه التسويقيه الاوروجواياني داروين نونيز في المركز الاول 98 مليون يورو، الهولندي كودي جاكبو في المركز الثاني ب 87 مليون يورو، ابراهيم كوناتي مدافع منتخب الفرنسي في المركز الثالث 72 يورو، لويس دياز الكولومبي في المركز الرابع 70 مليون يورو، أليسون بيكر حارس المرمى البرازيلي في المركز الخامس 67 مليون يورو، ترينت الكسندر ارنولد في المركز السادس 63 مليون يورو، وهارفي إليوت في المركز السابع 63 مليون يورو، ثم محمد صلاح بقيمه او ما يوازي قيمه 61 مليون يورو كقيمه تسويقيه، اللي كان دايما الحقيقه يمكن بيحتل الرقم واحد او المرتبه الاولى، وكان دايما بتتخطى قيمته حاجز ال 100 مليون يورو في المواسم الاخيره. يمكن يكون التراجع بشكل كبير عشان تراجع قدره صلاح واحد على تحقيق الالقاب الفرديه سواء في يعني كهداف او كافضل لاعبي بطوله البريمير ليج، ويمكن كمان على مستوى تراجع ليفربول ككل، لان الحقيقه ليفربول السنه دي يختلف بشكل كبير جدا على السنوات الاخيره سواء في قدرته على المنافسه او حتى احتلاله مراكز متقدمه. اعلى قيمه وصل ليها محمد صلاح كقيمه سوقيه يعني كانت حوالي 150 مليون يورو، والكلام ده كان في الفتره ما بين 2018 2019 اكثر فتره توهج فيها محمد صلاح في الوقت ده مع ليفربول، ثم تراجعت القيمة عشان تكون 90 مليون يورو قبل عام بالظبط من النهاردة الصيف اللي فات تحديدا صيف 22. لكن الصيف ده يمكن مع التراجع الجماعي ليفربول، عدم قدرته على تحقيق ألقاب، عدم قدرة صلاح على تحقيق اللقب على الأقل على مستوى هداف البطولة، يمكن أدى لتراجع قيمته السوقية بنسبة 42%. طيب فاصل ونرجع نكمل السادسة مع حضراتكم.